مساء الخير وتحية لكل يلي عم بتابعوا حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. حلقة جديدة منتابع فيها أخبار جديدة للطلاب حصلت بالساعات الأخيرة. الوعي كل يوم إلى طابع خاص بالأكاديمية، مين وعي ومين ما قدر يوعى؟ خلينا نشوف. هم السنة اللي فاتت كان بيصحوا على الكاك باك دي؟ السنة اللي فاتت كان بيصحوا على الكاك باك دي؟ ولا كان حاجة تانية؟ السنة الماضية كان بقر يمكن. صدق صح؟ كبسة مدام ميري على الغرف وتدقيقها على نظافة الهيئة كان له مفعول كبير بالأكاديمية، لأن الطلاب قرروا ينظفوا ويرتبوا قبل وصول مدام ميري لعندهم. نظفوا البطاطا اللي عاملينه مبارح، ونظفوا الهوت دوغ كبيناه بعد فيه غراض، ونظفوا أنا تنظيف الطاولة. أنا الطاولة جيب الكيبورد بالهيلة. أنا نظف الطاولة هون. أنا بجيب الكيبورد. با با را با واو، نسيم صوبن الطاولة ورتب الدنيا. ايه شفتي ما ايه لكن شفت النظافة. دخل الوجه الحلو. تري بيان. هلا بنحكي. يلا. لا حاسس انه مش تري بيان. لا بنحكي. لا هلا بقول لك شو بس تري بيان اكوتي. شو حلو هالخط. عم بس اكيد احنا عملناش وقت ضد منتظم النهارده. وليه ما عملت لي وحده ثانيه؟ ما انت ما اعرفش انت عايزه اثنين. يلا فينا. اوكي طيب هلا رح نعمل املا ان فا ماجور. هايدي بليز خلص نسي كل شيء امبارح. هلا بدنا نعمل شيء هون مهم. رح نعمل ديكتي ان فا ماجور، بتبلش بالفا وبتخلص بالفا. فا ماجور فا ماجور بس ما هلا اسمعوها. رافائيل ولا كلمة خلص. حلو الصف. هايدي شو سمعتي؟ فا غنية. فا فا مي فا
سول سول فا ري فا سول لا ري ولا شيء والمي فا مي فا رافائيل ولا كلمه يا عمري هايدي شو سمعتي رنة واحد صفر مروان يوسف يا الله هاي زبطت معك على الاخر ما دام هيدا عم تنقل وحياة الله اليوم عمركم 10 3 ماكسيموم 10 11 عادي ما دام سبعة بنبقى جمعتين هون بصير عمرها 8 انا عملت دي بيان شيري بيان ايكوت ريغارد مو ايسي دوري هيدي بدها 17 مدام مثل هيدي في مرة دوري دوري مي حطيتها على صفحة هيدي ممنوع تقسمها عن جد ما كنت قلت لك وقلت لك اياها وين السي بي مال كمان اثنين سود وحدة بيضاء ايدي شوي اثنين سود وحدة بيضاء 18 شوفون تري بيان ايه حلو مبين تعبانين كثير انا تعبان كثير والله ايه ما مشان هيك Travaille bien mon grand. Inch'Allah. Mon lapin. Hein? Mon lapin. Habibi. رح نتوقف مشاهدينا مع اول بريك بحلقة الليلة وبنرجع من بعده لاخبارنا. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي الشباب والصبايا قرروا يلعبوا لعبة اسمها بوم بوم والخسران رح يشرب مي منتابع مع مروان ونسيم كيف فسروا اللعبة لرافائيل وحنان أوكي لعبة لعبة وقف دي لعبة كل شيء بخص الست تعرفوا ملتيب دوسات يعني ست 14 ست 14 دي ست كل شيء بملتيب دوسات وبيخلص بست ست 14 دي ست 21 22 بلاتي شنو عاود ايه ايه يعني دوت طلع فيك شكله عظيم على 7 بيقول يا بوم يا بوم بوم اذا بوم اوكي بكفي 8 9 10 اذا بوم بوم ركزي بكفي 8 9 10 بالقلب تقلب خلينا نجربها مرتين ثلاثه خليه يمشي الحال ايه من غير ما نشرب هلا يلا يلا انا رح بلش شوفي ما في شاي خلص برا شاي بدي بالعربي قاعدين معلق خلي بالعربي عشان عشان تكون سريعه وسهله اوكي انا ببلش لا 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 عادي اوكي انا ببلش عادي هونيك عادي هونيك عشان ما تجي ست عليه بس عادي يلا كيف ما تجي ست ما هي زاد قرب يلا بلش دو يا حبيبي لا لا هيك دو 3 4 5 6 بوم اسرع ونوع طول نف 10 دوز ستريس بوم بوم كات كاتور انا بلش ما فيش منها هي يلا دو ترو كاتر سينك بوم اوكي شغل يلا انت بدك يا ويلي حنان حتعدى مي على السريع على السريع حنان يلا حنان ما فيش منها هيدي نقطة يلا حنان نقطة نقطة ما فيش منها هيدي حنان حنان يلا بلا مزح والله هلا عم نمزح وخبلت يلا يلا بس كرع فرد كرع حنان هي اللعبة فرد كرع تكمل تقصى وطي ايدك وطي ايدك حنان وطي ايدك وطي ايدك حلو المي وطي بتموت حلو المي يا رب يا رب يجيك انت بس له حلو هاي بعد 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 بعلم فيها صغار كده يلا واحد اثنين جدول الضرب بتموت هاللعبه بتموت احنا كنا عم نلعبها بالساك كلها حنا كلها كلها ايه كلها بس ركز بس بالساك عم بلشي هو بالعصا 2 3 4 5 6 بوم 8 9 10 11 12 13 بوم بوم نوت ست بوم بوم هيك يلا شو عم بيقول لا سيري سيري اوكي 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 بوم بوم مش عارفه حنان ماشي الدور هيك حنان صوت فيه ايه يلا حلو البوم ماشي ركز ماشي الدور هيك كنت شو اعمل ايش كسر بالبوم ايش كنت اعمل ما هي هيك بوم تمشي هون انا اقول بوم بوم اوكي اوكي هلا كان سيز بيس يلا
بلا لا حلا حلا اشرب وشاف الله ديس وابديس بس اصلا ملاحظ ما حيسيب لل 200 جسات والسات اللي عندي وعن حنان شو صبيه هلا بتشوف بلشوا لك يا نسيم شو بدك لك 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 لا 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 يلا ما اجي كذا المي انا كرا كرا يا جماعة بصير في غسيل كلاوي هلأ يلا قول دو تروى كاتر ليش لتفكر؟ ايه ماشي فكرت نص ساعة عرفت جابت دقت لأمها ألو مام بقول كاتر ولا سانك اوكي دو تروى كاتر سانك سيس بوم بوم ويت نف يلا أوز تريز بوم كنز سيز بوم 17 ما في شيء مان حنان لوح قلب حبيبي حنان كانت حنونه حنونه صحه صحه حنان صحه اشرب الهنا صحه حنان خلاص اشرب الهنا يا لك العيا صحه بتكون بتموت بالضحك هلا يلا صحه هلا من هلا للساعه 12 في 12 طلع على التواليت يا حنان حلو قالوا صحة 1 2 3 4 5 6 بوم 7 عارف حاله على عطشان يا جماعة على عطشان مش عارف ايه لا مش سكرامة خلص تركوا تركوا حس فيها كبير يلا بسرعة مثل ما عم بعمل انت خلصتيها كبيت الستة تبع الموسم الفوق لا والله خوفي استفرغ بينما الكل عم يلعب قرر رافائيل ينسحب هالأمر زعج حنان وخلى مشكل كبير يولع بيناتهم ساعة تعا عبي تعا مان أنا أوت لا 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 بيجعوني لا اللعبوا اللعبوا كلنا ولا ما لعبوا ايه لعبوا ما لعبوش أكيد ما لعبوش حبيبتي جلس جلس رافائيل جلس شو جلس انت وياه بصرفكم اياه هلا عليك رافائيل جلس بس قولي لي جلس جلس رافائيل ما تعصبنيش جلس خلص شو ما تعصبنيش هيدي شو رافائيل رافائيل خلص انسى مان هاللعبة رافائيل ايش فاش كنا لاعبين هكا كنا ما كنلعبوش انت كتخرج ديما من اللعبة علاش مثلا حنان سكتي خلي بالك ما نسكتش حيت النهار اللي كنكونوا حنا باغيين نلعبوا كيكون كلشي قانط وكلشي مالل انت ما كتبغيش تلعب احنا شنو احنا شو يلا حنان بطلعك بنايمك زعلانه اليوم تبع ماشي مشكل اوعي ماشي مشكل الا قدرتي خليكي قاعده ومبسوطه نايمك زعلانه مش مبسوطه انا تبع عندي لعبه تلعب تبع نايمك زعلانه عندي لعبه نايمك زعلانه من شو ما في شيء بينايم زعلانه عن جد ايه عن جد يلا يا حنان استني شوي عندي لعبه تلعب اربع لحظه احكي يلا احكي خلاص لا اتركه يحكي ما كثير عم بينرفزني يعني احكي شو بدك خلصنا جايز خلصنا ما هلا انت ما في شيء بيعصبك لا اوكي بس ان انت كثير طريقه حكيك كثير هيك يعني مش انت ما في شيء بينرفزك بدي اطلعك معك يلا تعال الحكي بين ايه لا عن جد الحكي بين ايه انه عيب منك انت خلص طش الحديث بتهددني لا عن جد عم بحكي ما في شيء انا ما في شيء اصلا ما في ولا حدا خلص فهمنا اني قلت بنت قويه وما بتزعل من شيء وما بتعصبي وده الجبل ما بيهزك ريح خلص يا جبل ما بيهزك منيح يلا روح عن جد احسن ما عن جد بحياه الله اوكي حنا باردو يلا نسيم كيف كان بقى حنان ما تنامي زعلان رافائيل ما تنامي زعلان يلا هلا رح نلعب لعبة بقرب كثير انا عاطيه مساحه لاشخاص عن جد ما بيستاهلوا ايه بدي احكي لهم بدي اعصب عن جد انه بيخاف علي يلا يا نسيم يلا شي فينا غلط العالم اللي عم بيشوف شي شايفينه غلط لأنه مش عايشين معنا للأسف ما بيشوفونا باكستيج ما بيشوفونا نهار طولي بالي للبرايم طولي بالي لأنه بالباكستيج بتكون غير أنت ما بتحكي أبداً معي ما بتحكي معي خذ الكاميرا بحكي على الباكستيج إيه هلأ بياخذ الكاميرا معي بتمثل مثل ما عم بتمثل هون شوي مين اللي عم بيمثل؟ ستوب ستوب تشر حديث أنت وياه لتاكلوا كف على الهواء هلأ مين بيمثل انا بمثل يعني انت بتمثل خي عم تمثل انت ليش زعلت عم تمثل مش عم تمثل حلو خي مستقبل بتمثل ليش زعلت ليش اخذ خاطرك ما اخذ خاطرك طيب ما كل العالم بتقول له عم بتمثل حلو يلا ستوب اوعك حنان تفتح هذا الموضوع مش لمصلحتك حياتي مش لمصلحتي طش الحديث
انا عم بين انه انت عم تمثل لانه عن جد عم تمثل سخيفه سكت اوكي سخيفه ما في اسخف منك صراحه يا رفايل بدك تلعب عليها مان عليها لغه فصيحه عدل عندك لعبنا لعبه لا لا حبيبي اللي بقلل من قيمتي ما بقعد معه ها اللي بقلل من قيمتي ما بقعد معه رفايل تعال عم تعال طاش الحديث نسيم مش لا تقنعيش انا معك وكل شيء وبحبك وكل شيء ومهضوم قلبي طيب وكل شيء بس هو مش بهي المطرح اللي انت ما هو نفس الخبريه كنت احكيها نسيم نسيم مش على الاقل عشان صغيره مش في شغله وقت الكلمه متى بتحكيها وكيف بتحكيها باي طريقه انت بينتي قصديها قصدي عم تمثل باك ستيج ولا مش مهتم فيك بحبك قد الدنيا وما كان يهتم فيك وكيف ما كان يهتم فيك باي طريقه انا عم بمزح وحيات الله اوكي خلص هيك قولي له انه قولي له له قولي للعالم رح انت قدام انا عم تفهم غلط برا انا يعني عم يعني هو الزلمه قد ما قديش قاعد معك قديش قاعد كرمالك وعم عم يلتهي عن اشياء كرمالك بين هلا هالقد في احكي معك شوي شوفي انت عن جد صدقتي اللي قلته يعني اذا انت ما كنت هيك لشو لتصدق الاشياء عن جد عم بحكي ماني مش قصه هذه قصه حكي قصه كيف بتحكي معي بس انت بتعرف انه عم بمزح معك انا معقول انت أنا بس انت بتعرف انه مش هيك بتحكي معي وانت خصيصا غيرك لو شو ما حكي ما بزعل منك يا رفايل عن جد عم تحكي انا عن جد عم بحكي لانه غيرك غير حنان ايه غير أوكي. حنان بتقبل منه هالحكي ما بعده ما بزعل منه بس انه حنان عم تحكي معي هيك رفايل ما تكبر الموضوع يا حبيبي ما عم كبر الموضوع بس هيدا ما هيك بس انا عم قلي موقفي عم قلي شو لازم ينقال بهيك موقف حطيتيني فيه لازم انا اقول لك هيك ولازم انت تعرفي انه انا لو مين ما حكي معي فوق ما بيهمني لو مين ما حكي او حكي او جرب يشوه لي صورتي ما حيقدر انا عم جرب شوه لك انه يحكي عني حكي ايه بركي انا عم جرب شوه لك وعادي فيك تبرمي وتفلي عادي فيك إيه انا عم اوكي أنا اوكي انت فيك تطلع صورة. عادي حبيبي عادي انا عم شوه لك صورتك يا رفايل إيه 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 انا عم شوه لك صورتك وانا قلت هيك لشوه لك تحكي معي يلا اوكي لا انا حضرتك بشوه صورته شوه صوره رفايل حنان انا ما بحبش رفايل عشان كده بحب مش موضوع كده بس لا 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 هو قال كلمه انا بشوه صورته يا حبيبه قلبي هو قصده ان الكلمه دي ممكن تشوه صورته لا لا هو قال حنان مش عن حد ولا حد تدافع عشان ما تعرفش موقف انا قلت كلمه هو قال كلمه انا المفروض ازعل انا منها. انا واحده واحده انا انا واحده واقفه بره تمام وشايفه كنتوا بتتكلموا على بعض انا ممكن افهم لما رحت وقلت له انا كنت بهزر المفروض انه يفهم ان انا كنت بهزر عايز بتهزري بس عايز اقول له انت بتمثل في باك ستيج عايز اشوف يعني هو بس اتعصب اتنرفز ليه عايز يعمل موقف انا مش شغلانتي لو عايز يعمل عشان هو بيقول لي كلام كتير بيوجعني بس بعدين بقول خلاص يعني اللي عدي بس عشان يقول لي يوصل لدرجه بس يوصل لدرجه يقول لي انا بشوه صورته يا بنتي هو قصده الكلمه ممكن تشوه صورته قدام الناس انا بشوه صورته يا هايدي يا بنتي مش وضحت الموقف خلاص انا وضحت الموقف اللي كنت بهزر والناس كلها عارفه انه بهزر والناس كلها عارفه ان انا بحب رافائيل خلاص بقى بحبه قوي يعني كفايه يعني. بريك صغير ومن بعده بنتابع اخر اخبار الطلاب خليكم معنا منتابع أخبار الطلاب خاصة محمد عباس ورفايال يلي قرروا يقاوموا الضجر فما خلوا شيء ما عملوا عباس بيسو بيسو جاي لك بس بنلبس عشان ضهرين لا وين رايحين نسهر وين رايحين نسهر برا انت ومين انا وحنان وهايدي وانت يلا بعدين كتير وهناخد نسيم معانا هو تحت السن بس مش مهم يلا يا بعدين الليله ايه بعدين الليله في منك على بورتوكلي انت وهضامتك وانت هتنامي حنان
يلا صباح على خير، مش محتاجين حاجة؟ ميرسي يا عباس. يلا خدوا بالكم من نفسكم وقفلوا عباس مدير الأكاديمي. كله تمام؟ طلعت انتوا حنان؟ ليه؟ ما أنا متخانق معهم. اصلا ما اتخانقتوش مع بعض؟ زعلان. ربنا يا رب يبعد عنكم الخناقات يا اخي. الناس ماتت فين؟ الناس كان معانا ولدين تاني. رفقي كان معانا واحد عم بيغني يمكن اكيد. سامعين له صوت بيغني فين؟ ما بعرف شي محل. والتاني ما بعرف. انت شو هيدا اللي بايدك؟ ده مهدئ. مهدئ اعصاب؟ بخخه لل للنخير؟ الخنفان اللي انا فيه. بعدك مخنفن؟ مخنفن كيف صرت؟ لسه مخنفن. لا مش هتخنفن، جسمك منيح؟ لا مرتاح؟ لا مرتاح. في منك على لحمه بعجين؟ لا زعتر. في منك على زعتر؟ بلا بلا زيح. مش عايز امك يحكوا لنا ويقول لنا زيح. ولا طب جلي مين بدك نحكي؟ كنترول هيك نايمين كلهم. شو رايكم نفتح دقيقتين بدقيقتين؟ بليز. والله ما حدا يعرف. والله العظيم في بس يدق مره هيك لحاله بس كبسه هيك كبسه برن بس حلين بحكي بليز انه الإحاء بليز كنترول. ميرسي كنترول. ميرسي. جود باي ماي لافر. جود باي ماي فريند. ما رافيل تخيل فضلت انا وانت قاعدين هنا ما بنتكلمش. شو بك بك؟ شو بك؟ كهربت. كهربت؟ فيها كاميرا الكنباية. ليك تخيل هيدا التليفون هلا تليفونك. فتح نت؟ شو؟ فتح واي فاي؟ فواي فاي ما بعرف شو الباسورد؟ لا تعال نتصور سيلفي. نتصور. الله بعد بعد مشان فتحها 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 لونها حلو هيدا حلو هالفلتر نزلها بقى على كل المواقع كل مواقع اللي حسيت حالي عم بدرس جغرافيا كل مواقع كل المواقع الإلكترونية سيلفي وعباس خلفي حط هاشتاج سيلفي وعباس خلفي عباس يضحك عباس يخشى من الضحك بيتي بابا نويل كان تي ديسندرا دو سيال ممكن تغني لي حاجه فرنساوي فعلا حلو yeah. بس بهدوء صوت بجد بجد حلو جيكيتي مون بي J'ai quitté ma maison. J'ai quitté ma mère bleue. Soleil, soleil de mon pays perdu. Je vois encore ses yeux. Je suis malade, complètement malade. ماشي براحتك يا اخي مصلحتك طب شوف ازاي انا حقل راحتك انا حقل راحتك طب شوف ودلع يلا سنك لا هيدي الاربعة عم هون دربجي ولعت تنانت 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 ليك ليش قدمت على ستار اكاديمي؟ عشان اشوفك يا رفايل حبيبي عارف اني جاية اشارة زارة عمتي ما بعرفش عمتي ما بعرفش سكر بوجه الخالته بده يرد
عمدي محمود بحبه 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 أحمتي طبش الخط بوجهي وقال لي أبحبكش أنا وقلت له أنا بحبك وطبش الخط لا ولا طلع طلع ولا طلع يا عم خلاص ولا برود هون طلع شو مواصفات بنات دينك يا قلت لي على الوتر الحساس ما تقول لي بتشبهها شو اسمها مواصفات فتاة الأحلام واحد تكون رقيقة تكون هادية تكون لطيفة لا لذيذة يعني دمها خفيف بس في نفس الوقت رقيقة يعني مش هبلة يعني تحس فيها ان هي بنوتة يعني طويلة قصيرة ولا بيفرق معاك الكلام ده شكلها حلو يعني شكلها يعني مريح 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 للنظر شوفها بقى تبقى شكلها مريح بقى ولا يعني صوفة اساسية مش فارقة تيجي لا انا بتكلم بجد لما اطلع سيبك وانا خلص لا 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 ارتاح ارتاح كيوت الله ينور عليك يا اخي لقيت لك اياها الكلمة كلمة على لساني كيوت انت ما بيهمك الشكل الخارجي مش فاكر ثواني بس في فرق ان ما يهمنيش وفرق ان مش ده كل حاجة بس انا بالنسبة لي زي ما قلت لك يعني ولا مثلا اقول لك اصل تكون بيضه اصل تكون سمراء اصل ما مش دي الفرق يعني يعني ممكن تلاقي واحده انا مثلا ممكن احب مثلا بنت البيضه مثلا بس يعني اشوف واحده مثلا مش بيضه اموت فيها احس ان هي دي يعني مش مقياس اللي هي دي مش الاحمر اللي هو البيض الابيض البيض الابيض قول لي انت شو انا انا خلص خلصت خليص خلص خلص حديثي بديش احكي قول خلص لا هيدي منيحه الو انت هيك بتقول الو ما الو لا الو انت بدك تقول الو مش الو ايوه ياما الو ايوه ياما الو والله العظيم الو بتقول هيك والله الو ما بكون انت هيك بداية التليفون الو الو يا ماما الو حاضر الله حلو تصدق فعلا حاضر 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 عشان تعرف ان ابن مطيع حاضر 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 مش احسن من ولعاني حاضر جوني ولعاني حاضر حاضر بيدخلت حاضر 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 دلك نص ساعة على الدوام تطلع لبرا حاضر حاضر شو قالوا لك بشي حاضر مني حاضر مني حاضر عبدني حاضر مطيع كيف حاضر مطيع يا رب بدك مطيع ايه شبر فيه اسمه مطيع This is me stairs in when we dance to have our way with me stay with me stay with me قال في واحد راح عند الحكيم ده كتير بايخ انك تمام نعم في ايه بارك مش عايزه غيرك انت الو ايوه كله تمام مش عايزه غيرك والله بحبك انت الحب كله انت وانت الناس كلها بريك صغير ومنتابع مشاهدينا مع القسم الأخير من حلقتنا لليلة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي بالتابع كلوديا مارشليان زارت الطلاب مثل العادة أسبوعياً لتقدم لهم موضوع الامتحان ما تقربوا كنت مرشحة ما بدي أعدي كنت مرشحة؟ أنا بعدي مرشح مصوارك عيطولوا حياتي أنا فخر لقلي ترشح الفنان كيفكم؟ جيب لي الكرسي؟ لا 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 أبداً أبداً لا ما بدي ما بدي أعد ما بدي أعد ايه ما بدي انشر هيدا كثير عندكم والله عندنا لايكوا بعد عندنا اثنين ايفال بس غير شي حرة اثنين تحت الصفر عادي قول واحد مش اثنين خلاص واحد ده خلص لا هلا بعد في اثنين ايفال اوكي شو بدنا خلص ما هو الايفال الاخراني بيكون عادة جد هيك كذا انه هيدا اخر ايفال مشان هيك هيدا بنتسلى فيه كثير واو كنت بتضحكوا يعني كنت بتضحكوا
تضحكي؟ ايه بدي اضحك. شو الخبريه؟ ها جيت على ملعب ان شاء الله. مش قصه تضحك، لا صعب وبده شخصيه واو وبده سرعه بديهه، بس كلها فيها تكون محضره. ما راح فاجئكم بشي. يلا نشوف. منيح؟ في عنا شغله هيك واقفه وفيها تحت اذا شفتوها شي مره مطرح ما بنعمل اذان حديده زي زرقاء. هيدي عطيتني الفكره. هاي تلفزيون. جميل. بيك قلب محطات. يلا وانتو واقفين بالتلفزيون. واقفين بالتلفزيون وانا يعني انت جوا شخص. انا عندي ريموت كنترول بتجيب اربع محطات. محطة إخبارية، محطة غنائية، محطة دراما، مسلسلات عربي تركي بوليوود اللي بدكم اياه. بوليوود ايه طبعا. وشو بقى وكرتون اوكي للولاد الصغار. ومال مش عيب. اوكي اكيد. هلا انا معي هالريموت كنترول وبدي اشتغل فيكم. يعني مثلا ما بنعرف اي قناه بدك تعطينا ابدا. انتوا واقفين جامدين. انا مثلا غنانه. هم مغنيين. يمكن انا ما حط الا غنانه ولا تتغنوا وتفلوا حرا. يمكن بنص الغنيه اقول لك مثلا اخبار. يعني هتقولي لنا احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ طبعا انا عم بكبس بقول اخبار. ما بدنا وقت دغري اخبار. كيف الريموت كنترول بتقطع؟ طب معقول مثلا غنانة اخبار اخبار غنانة؟ ايه 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 ايوه بدنا نتسلى. ايه شو عم بدنا نتسلى؟ شو عم وبدنا نتسلى بالريموت كنترول ونحن بنجن. شو حلو كم سواحده بتشوف شو بتعمل؟ بدنا نتسلى وبذات الوقت بنروح على البيت. بدنا نكون بذات الوقت بروح على البيت. حضروا اربع اشياء. كل شغلة حضروا لها مرتين ما حدا بيعرف. مش تحضير ما دام هي سلاح يعني كل مش تحضير. لا لا بلا بلا فيها تحضير. يعني كل شغلة اسمعوا مني ما تلبكوا. يعني مثلا حضروا خبرين. أوكي. بس حضروا أخبار كأن يعني كل شغلة حطوا احتمال إنه أنا يمكن روح عليها مرتين. لما حضرتك هتقلبي مستنية مننا تمثيل ولا هو مجرد تغيير اللغة الصوت واللكنة وال... بدك إيه يعني محتاجة انا عم شوف كمان مش ضروري تلبس. يعني مثلا لو في حاجه كرتون مثلا ما احنا مش هنمثل بس ممكن نغير القصه. جد فكره. اذا كرتون مول كرتون يعني فجيني شيء. بالنسبه لكم صوت ولا عايزه مني لك كاركتر معين مثلا؟ بدا لا مع كاركتر. شو صوت؟ انا مش عم حط اذاعه انا عم حط تلفزيون. اوكي. وبعدين اذا في شيء بيساعدك مثلا كرتون تحط شيء على راسك شغله تعمل اخبار مثلا فجاه يصير حامل قلم شو بعرفني مثل ما بدك بس ما تطولوا بين الشغله والشغله. الانترفال بين الوقت بين يلا نورتي ويا هلا فيكي يا رب دخل وسعد بقى البيت بعيدك مديره. قبل ما ودعكم بذكركم تشاركوا بمسابقات سي بي سي لتربحوا سفره للقاء الطلاب بالبرايم. المسابقة على موقع www.cbc-eg.com. حلقتنا لليلة خلصت. بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. كونوا على الموعد. باي باي. يا ما عملنا حساب للغيرة والأغرام ما حسبنا رحنا في يوم مش كالزمن واللوم من قسوة الأحباب من قسوة الأحباب. يا ما عملنا حساب سيبنا احنا في يوم مش في زمن واللوم من قسوة الأحباب من قسوة الأحباب من قسوة الأحباب من قسوة الأحباب. وعيوني كانوا عيوني بكوا عيوني كانوا عيوني زمن ذنوني سدى ظنوني دنيا عجاب.